قبل 6 عقود شهدت سلطنة عمان نزاعاً مسلحاً جاء ترجمة مباشرة للحرب الباردة بين القطبين الغربي والسوفيتي. حينذاك خاضت القوات النظامية تحت القيادة البريطانية معركة عسكرية طويلة ضد حركة ماركسية مسلحة تمركزت بإقليم ظفار الجنوبي. اندلعت شرارة الأحداث عام 1963 عندما تشكلت حركة أطلقت على نفسها جبهة تحرير ظفار، مستغلة غياب الخدمات وسوء الإدارة. في البداية لم تستطع الجبهة تحقيق نتائج ميدانية ملموسة، لكن الوضع تغير بعد انسحاب بريطانيا من عدن إثر وصول حكومة يسارية للسلطة في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. حرصت الحكومة الوليدة على دعم أنصار تحرير ظفار بالمال وساعدتهم على تلقي تدريب من الصين وكوريا الشمالية، بينما تكفل الاتحاد السوفيتي وكوبا بتزويدهم بالسلاح. وعلى وقع توالي الإمدادات العسكرية قررت الحركة الماركسية توسيع نشاطها نحو دول الخليج عقب بسط نفوذها على 80% من أراضي ظفار. لكن مع حلول العام 1970 وتولي السلطان قابوس مقاليد الحكم وتلقيه دعما عسكريا كبيرا من إيران والأردن، بدأت الأوضاع تميل تدريجيا لصالح القوات النظامية التي نجحت في العام 75 في القضاء على التمرد الشيوعي.